استهدفت ميليشيا الحوثي منازل المواطنين المدنيين بالأسلحة الثقيلة في مناطق شمال الضالع. وأفاد مصدر محلي بأن ميليشيا الحوثي استهدفت منازل المدنيين في مناطق باجا ولكمة الدوكي والشغادر وحبيل الضبة وحبيل الفلاح وحبيل سوق وعسقة وبير قيس. كما أضاف المصدر أن الميليشيا الحوثية تقصف عددا من المنازل والمزارع، مما سبب حالة من الهلع والخوف في أوساط المواطنين والنساء والأطفال بعد تساقط عشرات من قذائف الهاون بالقرب من منازلهم. أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران باتجاه مواقع الجيش جنوبي محافظة الحديدة. وذكرت مصادر عسكرية أن عناصر من الميليشيا المتمركزة في مديرية الجراح حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت محاولات الميليشيا وأفشلتها، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصرها. كما قصفت الميليشيا بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة مواقع الجيش الوطني في مديرية حيس. هذا وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية. أفادت مصادر محلية في محافظة صعدة بمقتل عناصر حوثية في مديرية كتاف بصعدة بقصف لمقاتلات التحالف العربي. وقالت المصادر أن 7 من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية قتلوا بقصف مركز ودقيق أسفر عن تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في العتاد العسكري والأرواح. وأوضحت المصادر أن القصف الجوي استهدف تجمعا للميليشيات الحوثية الانقلابية داخل أحد الجروف الجبلية الواقعة شرق قرية بئر قسيم في مديرية كتاف بصعدة. أتلفت الفرق الهندسية العسكرية التابعة للجيش الوطني بالتعاون مع خبراء ألغام من قوات التحالف العربي آلاف العبوات والألغام المتنوعة كانت زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من مدينة حرض ومزارع النسيم والخضراء والقرى المجاورة لها بمحافظة حجة. وقال رئيس شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية 5 العميد ياسر الروحاني أن الفرق الهندسية أتلفت نحو 5000 عبوة ولغم متنوع المهام والأحجام والصناعات بعد أن نزعتها خلال الأسابيع الماضية. وأضاف الروحاني أن إجمالي ما تم انتزاعه من قبل الفرق الهندسية بلغ 37,000 لغم في كل من مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس وأجزاء من مستبة، مؤكدا استمرار فرق الهندسة في تطهير حقول الألغام الحوثية لتأمين حياة المواطنين العائدين لقراهم ومزارعهم.